لا يملك الأجانب صبرنا نحن الصينيين، ولا تحملنا للشدائد والصعاب. ما يعلمونه هو السير قدما فقط، لهذا فإن استراتيجية حربهم تعتمد على سياسة العدوان بحشد فرقهم العسكرية وقرع الطبول، لا يعرفون سوى ذلك. لكن سيدي، هذا يجعلني أكثر حيرة. استغل عقلك، يحسن بك أن تصفي ذهنك، أن تجنح للبساطة، حتى إنك الآن لم تعد بحاجة للمزيد من الخطى المنزلقة أو استراتيجية دفاعية. وعند التعرض للملاكمة الغربية فإن استراتيجية دفاعها ليست أكثر من قبضتين بقفازين ضخمين، بينما قبضة يونغ تشون التي تميزنا أفضل في الدفاع. بدأت أفهم. اقتصر تمارينك مع الإخوة على قبضة الإنش. قبضة الإنش؟ نعم، إن كنت تريد هزيمة ديفيد كوبرفيلد فعليك أن تستغل فرصة تسديد اللكمة. سيدي، أليس من العار اتباع هذا الأسلوب في النزال، الدفاع دون الهجوم؟ إن لم تتبع أسلوبي فستخسر وتغرق في عارك. كنل، هيا بروس، ما زالت ضربتك ضعيفة، أحيانا تبدو قوية وأحيانا واهنة، أنت بحاجة للسرعة. لم أعد أفهم لماذا يريد معلمنا أن أكتفي بتلقي الضربات. بصراحة أنا لا أفهم أيضا، لكن المعلم لا يذكر شيئا عن عدم دراية. لو أنك بنفس مستواه لكان من السهل أن تتعامل معه. المشكلة هي أن هناك فرقا بالمستوى بينك وبين ديفيد. لكن أخي، فكر باستراتيجية المعلم، هل هو ملم بالملاكمة؟ كيف تجرؤ على قول ذلك؟ لا شك بأن المعلم واسع المعرفة. إن لم أستطع ضرب ديفيد خلال الجولات الثلاث فبذلك سيستمر بضربي، ولن يقرر الحكم بأني الخاسر فقط، بل سأخسر كرامتي أيضا، وهذا ما لا أقبله. فكر المعلم في أثناء غيابك مرارا وتكرارا بأمر مباراتك، شاهدته يقرأ أخبار المنافسة في الصحف وكان غارقا بالتفكير دون أن ينطق بحرف. بصراحة لا أفهم، إن تركت ديفيد كوبرفيلد يتمادى بعدوانيته فبذلك سأخسر، وإن هزمته أنا بضربة الحظ القاضية فماذا سيقول الناس؟ سيقولون بأني هزمته بالحظ ولم أهزمه بقوتي. ما بك؟ ألا تثق بالمعلم؟ أعتقد بأنه على صواب، الصحف تتكلم عنك والصينيون يراهنون عليك، أفهم شعورك، لكن التوتر لن يقودك إلى الفوز، عليك أن تركز. في الدقيقة الأخيرة توجد فرصة واحدة تلوح أمامي لتسديد ضربتي. لا أفهم المعلم. هيا لنعد للتمرين، سنتمرن معك، هيا. أبي، ألا يمكنك أن تتوقف عن ذلك؟ ما الأمر يا ابنتي؟ أبي، اتفق زملاء صفنا البريطانيون والصينيون على الذهاب لتشجيع بروس، قد نحتاج لخياطة 500 سترة. ستكلف خياطة هذه الكمية مبلغا طائلا. أرجوك أبي، هذه المرة فقط. لا عليك، سأنفذ رغبتك، وكيف أرفض طلبك؟ ها؟ شكرا. إن تمكن بروس من إلحاق الهزيمة بذلك الأجنبي هذه المرة فسيكون ذلك شرفا عظيما للصينيين. حسنا، سأحضر الأقمشة. أسرع أبي، هيا. ما سبب صمتك هذا؟ تخشى المنصة؟ أنا أوانك الآن، قدم عرضا جيدا سيشاهدك جميع سكان هونغ كونغ. منذ فترة والصحف تتحدث عن مباراتك هذه. بروس، لا نعلم بعد من سيفوز في المباراة، لكن هذه الصحيفة كتبت عنك كنجم كبير. إن أحرزت البطولة فينبغي أن يدفعك هذا لتحصل على الشهادة الثانوية في العام المقبل. أنا فخور بما كتب عنك، ألا يدفعه هذا للنجاح في دراسته؟ نعم هذا صحيح، الشهادة الثانوية
هي ضمان لمستقبلك الأكاديمي. هل تعلم بروس؟ اشترى آلين الكثير من بطاقات الدخول ليوزعها على أقربائه وأصدقائه. أكيد سيحضرون جميعا لمشاهدتك. عليك أن تقدم عرضا جيدا، أرجوك فلتفز. مرحبا. أهلا بك أخي. أبي، هل حصلت على بطاقات؟ ها؟ أجل حصلت عليها. كان هناك طابون طويل من الناس مصطفين لشراء البطاقات، ولولا أن الحظ حلفني لما تمكنت من الحصول عليها. ها هي، انظر بروس. كما ترى فقد أبدى والدك اهتماما كبيرا بمباراتك. اشترى الكثير من البطاقات لك ليتمكن أصدقاؤك وزملاء صفك من حضور مباراتك، كما أن أبي سيجمع عددا كبيرا من الأقرباء ليشجعوك. أرى أنكم تبالغون. أمي، ألا تدركين أهمية الأمر؟ إن تمكن بروس من هزيمة ديفيد كوبرفيلد المدعو بملك الملاكمة، فسيصبح نجما ولن يواجه عقبات في التخرج. صحيح، وعندئذ لن يعود أمره يقلقنا. لا نريد أن يمضي بروس بقية حياته في العراك. ماذا لو خسر؟ يخسر؟ حتى لو خسر أمام ملك الملاكمة سيبقى عظيما. بروس؟ بروس، ما بالك؟ أجل، سيرتدي فريقنا الزي الأصفر. أجل، فهمت. أبي، لقد تبرعت إكسمان بعدد كبير من القمصان الصفراء، ويجب أن نبادر بشيء نحن أيضا. قمت بمراجعة ميزانيتنا المالية، لدينا بعض النقود الإضافية هذا الشهر. أبي، أنا أتحدث إليك، ألا تسمعني؟ لقد اشترينا الكثير من البطاقات، فماذا نفعل أكثر من ذلك؟ كنت أفكر أنه لو فاز بروس سوف ندعو الأصدقاء للاحتفال بفوزه، وسندعو أيضا السيدة يي معلمة بروسلي، وأيضا سنقوم بدعوة السيد لي. ثم؟ أبي، سنقيم حفلا كبيرا هنا في المطعم. حفلا كبيرا؟ وماذا لو خسر؟ لو خسر سوف نستضيفهم أيضا لمواساة بروسلي. حسنا، اذهب وأخبر بروس أن يضع الفوز نصب عيني وليس الخسارة. فلم يسبق لنا طوال هذه السنوات أن هزمنا البريطانيين في حقل من الحقول، لذا يجب أن يفوز لا أن يخسر، والاحتفال به سيكون على نفقتي. هاي بروس، أحمل لك أنباء سارة. والد إكسمان تبرع بقمصان صفراء. أجل، وأيضا والدي ذكر أنه سيستضيف الجميع بمطعمنا. سيكون الطعام مجانيا. بروس، جميعنا سنقوم بتشجيعك. اشتريت 50 تذكرة لتوزيعها على معارفي وأقربائي. سنتكاتف جميعا لتشجيعك. أجل، كلنا نتمنى لك الفوز. ماذا دهاه؟ إنه لا يتكلم مطلقا، أحواله لا تعجبني. ها؟ بروس لا يكلم أحدا. إنه قلق بشأن مباراة الغد. أمي، أبي، أظن أن بروس تغير، هل يعاني من ضغط كبير؟ ماذا لو أنه خسر المباراة؟
هل حجزت الشرفة؟ أجل. ستكون مباراة هامة، دع الجميع يحضرون لمشاهدتها. كن مطمئنا، أجريت الترتيبات. أيها الرحيل، قل لي، هل سبق لك ونزلت بروسلي؟ هل يراودك شعور أنك ستتغلب على ذلك المتعجرف؟ ها؟ هل بوسعك إحراز الفوز إن نزلته؟ إذا استخدمت قدمي أفوز. قدمك؟ أخبرني، من الذي أمر بعدم استعمال القدم؟ يجب أن نغير القاعدة. حاول أن تركز أكثر، هيا. سيدي. سيدي بروس، كيف تبلي بتمارينك؟ سيدي بروس فقد تركيزه اليوم، حركاته جيدة لكنها ليست قوية كفاية. أرني. حاضر. عد للبيت ونل قسطا من النوم. سيدي المباراة يوم غد ولن أستطيع النوم. يجب أن تفعل ذلك، ستخسر إن لم تنل قسطا من الراحة. لن أخسر. لا تنسى، إن فشلت في هزيمته بضربة واحدة خلال الجولة الثالثة فمن المؤكد أنك ستخسر. استرح وخذ قسطا من النوم. لن أستطيع النوم. لدي حيلة أخرى. ما هي؟ غدا أثناء المباراة إن شعرت بالتعب في الجولة الثالثة استلقي على منصة الحلبة لتستريح بضع ثوان، وقبل أن يصل الحكم للعد العاشر تكون قد اكتسبت المزيد من الطاقة. سيدي أنا حقا لا أفهم، هل تريد مساعدة خصمي وإحراجي؟ تطلب مني أن أنام، أن أتلقى الضربات وألا أهاجم؟ حقا لا أفهم. نل قسطا من النوم كما قلت لك، لا تفكر بشيء. سأذهب لمشاهدة مباراتك برفقة عدد من التلاميذ وسنقوم بتشجيعك. بروس هيا اذهب. على فكرة منذ مدة لم نرى بروس في المدرسة، لماذا؟ إنه مشغول ويتدرب لمباراة الغد. خذ هذا. يا رجل، أنتم لا تسمحون لنا بتأمين قوتنا حتى. سيد كين، إن وصلت التسبب بخسارة زعيمنا فمن يحميك؟ أرجوكم أخبروا زعيمكم السيد وانغ بصعوبة الوضع. أخبروه بأننا لا نعيش في رخاء، كما أن أمور العمل صعبة، لا نجني ما يكفي من المال. لا فائدة من هذا الكلام، يجب أن تفهم أني أنا المسؤول هنا ويجب أن تتبع القواعد. لست الوحيد الذي نحصل منه على المال، بل من الجميع هنا أيضا. يبدو أنني سأبلغ الشرطة. الشرطة؟ هل تعرف الطريق إليهم أم أدلك؟ سأقدم شكوى للحكومة. شكوى؟ دعني أخبرك، لو أننا لنهتم بأمور الأمن هنا ما كانت حكومة هونغ كونغ لتشهد الطمأنينة. سيد كين، عرفت بأنك ستقدم مئات السترات لمباراة الغد، إذا أنت تملك المال فكف عن هذا الهراء. أحضر النقود الآن وبسرعة. أهذا مفهوم؟ ها؟ المال، هيا. أين المال؟
لا أفهم بأي حق تأخذون منا هذه النقود، وللأسف لا حيلة لي إلا أن أدفع. سيد كين، أنت رجل طيب، لأنك تسمع الكلام. هيا. ألين، خذ هذا، دعني ألقي نظرة أولا. أبي، ما الذي جاء بهم ثانية؟ لا يمكنني الاستمرار بإدارة هذه المهنة. أبي، وانغ ورجاله لا يكفون عن الأذى. كنا ندفع له 200 دولار في الأشهر الماضية، والآن يريدون أن ندفع 1000 دولار. ألا يمكننا الإبلاغ عن ذلك؟ الإبلاغ؟ الشرطة آزر العصابات. كيف بوسعنا نحن الصينيين الاعتماد على حكومة يحكمها البريطانيون؟ هذا الأمر بين الصينيين أنفسهم. فلنفعل شيئا آخر. ألا يمكن أن يتحد جميع التجار لتقديم عريضة لاتهامة؟ ماذا؟ يتحد التجار؟ أجل، حل جيد، لكنه ليس عمليا. ابنتي، التجار الصينيون متفرقون، قد تتمكنين اليوم من إقناع أحدهم، إلا أنه سرعان ما يبيعك غدا لذلك المدعو وانغ. ومن يكون وانغ هذا؟ لماذا يخشاه الجميع؟ إنه سفاح قتل العديد من إخوتنا. اليوم كبير بالنسبة لنا جميعا، أتمنى كل التوفيق لتلميذك. أنا أعلم تلاميذي ليتقنوا كل شيء. لم أعلم أن تلاميذك يتقنون الملاكمة يا سيدي. وأنت أيضا حضرت؟ جئت بكل اهتمام، وحضر معي تلاميذتي أيضا. تأكد أن تكون قريبا مني. حسنا حسنا. ما بالك، لما لازلت واقفا؟ تفضلوا بالدخول. تفضلوا. سيدي، جيمس قد وصل، إنه قادم. مرحبا جيمس. أيها المعلم، تود رؤية بروس قبل المباراة؟ لا عليك، دعه يركز على مباراته الآن. حسنا إذا، تفضل معي. لا بأس، لا أريد أن أزعجك، فأنت برفقة تلاميذك الآن. تفضل يا رجل. جيمس. مبروك. لماذا لم تعلمني بقدومك؟ ها، كنت في غاية الانشغال. أخبرني المعلمي بما يدور هنا، وبأن بروس يتبارى مع أجنبي، فكيف لا أحضر؟ متى عدت؟ وصلت للتو، تفضلي. مررها للجنة التحكيم. الخطوة المنزلقة، انتبه لدفاعك، هاجم كلما سنحت لك الفرصة. بروس، اسمعني جيدا، وفر طاقتك، لا تستهلك كل طاقتك مرة واحدة، ركز حتى تفوز. سبعة، ثمانية، تسعة، حسناً، انتهت. هل زودت بروس ببعض الحيل التي تعرفها؟
لست مضطرا لمشاهدة أول جولتين، ولكن يجب أن ترى الثالثة. يجدر بكم أن تفتحوا أعينكم جيدا وتشاهدوا كيف سيهزم بروس ديفيد كوبرفيلد. حقا؟ لقد رتب المعلم لهذا الأمر. في البداية سيتباهى الأجنبي باستعراض قوته، وفي الجولة الثالثة الضربة القاضية. الضربة القاضية؟ يا لك من عبقري جيمس. أنت تعرفني جيدا أليس كذلك؟ بروس، يجب أن تستعمل عضلاتك وتتحرك بسرعة كبيرة. ركز على حماية نفسك وهاجم كلما سنحت لك الفرصة إلى أن تقضي عليه. تذكرت تعليمات المعلم. هل اتصلت به؟ لا، لم يجب على الهاتف. لما تتحدث عن ذلك؟ لا تفكر في شيء الآن سوى المباراة. هل يزداد مرضه سوءا؟ بروس، المباراة ستبدأ بعد قليل، لا تفكر بشيء. الشيء الوحيد المهم الآن ها هو أن تهزم ديفيد كوبرفيلد. إحراز البطولة هي أكبر أحلام بلير. كيف حاله يا ترى؟ كيف هو الآن؟ بروسلي، حان الوقت. هيا بنا. هيا. أهلا بكم في منافسة الملاكمة التي تنظمها المدارس الثانوية في هونغ كونغ. المباراة النهائية ستبدأ بعد قليل، ولكن دعونا أولا نرحب بالمتحدي الجديد هذا العام، بروسلي. نقدم لكم الآن الفائز بالحزام الذهبي لثلاث مرات على التوالي، رحبوا بديفيد كوبرفيلد. من أنت؟ أنا من سينزع حزامك منك. هل تعيش أحلام يقظتك؟ لابد أنك تمزح. عد إلى بيتك. سترى. لم يسبق لي ونزلت شخصا صينيا. الصينيون يجهلون قواعد اللعبة، أيا كان ما ستلعبه فسوف أهزمك. هون عليك يا فتى، سأتقيد بالقواعد إلا إذا. أي قواعد هذه؟ طالما أن هناك قواعد فسوف أهزمك في الجولة الأخيرة. التزم بوعدك. سترى بنفسك كيف ألتزم. ليكن إذن. اقتربا. مستعدة؟ باشرة. الخطوة المنزلقة، دافع. انتبه لدفاعك. بروس،
يا لك من أحمق، نفذ ما قاله المعلم، لم يحن وقت لك مات. أصغي إلي بروس. اهدأ اهدأ. اهزم ديفيد كوبرفيلد وحده. بلير يستطيع هزيمة ديفيد كوبرفيلد. لا لا يمكنني أن أخسر. هيا بروس. أحسنت بروس لي، أحرزت بطولة مدرستنا، لقد انتظرنا هذا اليوم بفارغ الصبر. أشكرك سيدتي. جميع أعضاء الهيئة الإدارية لمدرستنا، الأساتذة والطلبة كذلك، سيحتفلون بهذه المناسبة. بروس لي، أنت نجم حفل اليوم. حرصت مع السيدة المديرة على أن نختار وبدقة شديدة الأشخاص الذين سينضمون لهذا الحفل. تفضل بروس لي، يجب أن تعلم بأننا اكتشفنا سرا من أسرارك. وما هو؟ أنك ولدت في الولايات المتحدة. وما علاقة ذلك بأي شيء آخر؟ بالنسبة لنا هذا أمر هام. وكيف لهذا الأمر أن يكون شيئا هاما بالنسبة لكم؟ انظر حولك لترى الصفوة. بروس لي. ما بعده؟ بروس لي، إلى أين أنت ذاهب؟ عد إلى هنا. أنسة إنغريد، ما باله؟ حقا لا أدري ما إن تقدمت زميلتاه لتقديم الورد حتى فر هاربا بشكل مفاجئ. يجب أن يكون بيننا، حاولي أن تعيديه. جونز، ماذا؟ اذهبي وأعيديه بسرعة. تفعل هنا؟ جونز تبحث عنك. لنذهب إلى مطعم إيلين، لا رغبة لي بالتواجد في ذاك الحفل الأجنبي. ما السبب؟ هل تريد أن تترك مديرتنا وأعضاء مجلس الإدارة ينتظرون وحدهم؟ لقد تحدثت مع كل الأصدقاء والأقارب لنحتفل معا. قلت لن أذهب. لا معنى لحضور ذلك الحفل من دونك أنت وإيلين. سأصحبك لمطعم إيلين لنحتفل هناك مع أصدقائنا. هيا. إذن أنت لن تحضر حفل المدرسة لمجرد أني لم أدعى إليه؟ أنت لن تفعل ذلك، وأنا لست من الطالبات المتفوقات. إذن ليذهبوا ويحتفلوا بخسارة ديفيد كوبرفيلد وحدهم. هيا صعدي. يجب أن لا تتصرف هكذا. لا تريدين الصعود؟ إذن أنا ذاهب. انتظرني بروس. بروس. كوني مطمئنة، سنبحث عنه ثانية. يجب ألا نضغط عليه. وماذا نفعل بشأن الحفل؟ لقد أحرز بروس للبطولة وحقق حلمنا، الأمر عائد له. ربما يتعين علينا إعادة التفكير بطريقة تعاملنا مع الطلبة الصينيين. أمضيت 4 عقود
في سلك التدريس ولم ألتقي بطالب كبروسلي. لا أدري إن كان علي أن أشعر بالسعادة أم يجب أن أحاكم نفسي. حقا إنه أمر محرج. هل انتهت الحفلة بهذه السرعة؟ اسمعوا هؤلاء المدعوين، أنا سعيدة لك. تعال يا عزيزتي تعال. تفضل. بروس. أبي. عمن تبحث؟ ها؟ عن معلمي. معلمك انشغل مع العم شاو الذي عاد إلى هونغ كونغ. عاد العم شاو؟ كيف لم أعلم بذلك؟ العم شاو شاهد مباراتك. حقا؟ حضر وانغ لي تشاو. ها؟ وانغ لي تشاو هنا. نحن لم نقم بدعوته. هذا جميل. أهلا أهلا تفضل. أهلا. يبدو أنها حفلة بهيجة. سيدلين، بما أنك تقيم حفلا كبيرا كهذا فلماذا لم تدعوني؟ ألسنا صديقين؟ بلى بلى، أرجو المعذرة. كما ترى جميع المدعوين من أقاربنا، وكما تعلم فإن بروس هزم ديفيد كوبرفيلد. تماما، ولهذا السبب أتينا كي نحتفل. هيا هيا دعونا نحتفل، دعونا نحتفل، دعونا تلك نحتفل. الطاولة مريحة أكثر، تفضل معي. تفضل الاحتفال. أرجوك سيدي. تفضل سيدي. ثمة سيد نبيل جادت به عائلة شهيرة. أرأيت؟ ها ابنك مميز مثلك، هذا شبل من ذاك الأسد. سأستدعي أصدقائي الصحفيين لكتابة قصة حول هذا الموضوع، هذا واجب. لا تزعج نفسك. لا 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 لا، أنت سيد لي، هذه هدية لك، أرجو أن تتقبلها مني من أجل هذا الإنجاز. ما من داع لهذا أبدا. لا عليك لا عليك، هذه مناسبة فريدة، بروسلي جلب الفخر لنا. اسمعوا، سأنظم مباراة في مكان لائق. ستكون قوية، مباراة مميزة. بروسلي، أنت تتمتع بقبضتين فولاذيتين، فلا تدع أمر المال يقلقك، أنت تستحق ذلك. فلنشرب، هيا لنشرب، لنشرب من أجل هذا الحدث المثير في حياة أهل الصين. نخبة انتصار بروسلي، اشربوا. أحسنتم، أستأذنكم الآن، هيا. مع السلامة. مع السلامة. شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شرفتنا سيد وانغ. بروس تعال معي. تفضلوا واجلسوا، أهلا وسهلا بكم. أيها المعلم، في الحقيقة أنت تتصرف بغرابة، أراد السيد لين استضافتك بمطعمه، إلا أنك دعوتني هنا لتناول الطعام، ما بك؟ لا عليك، نحن أصدقاء. لكن أقرباء وأصدقاء بروس يحتفلون الآن وأنت تحضر إلى هنا لتتناول طعاما لا قيمة له، ما الداعي لكل هذا؟ لا أحب مخالطة الجموع. هل أزعجتك مباراة اليوم؟ أزعجتني؟ أنت تمزح، لم تكن مباراة اليوم سوى لعبة أطفال تحكمها بعض القواعد فحسب. ليست هذه وجهة نظري، أعتقد أن اليوم هو يوم يفتخر به أهل هونغ كونغ. شاهدت بنفسك كيف جن جنون الناس في المباراة، وكيف تدافع الصحفيون حين هزم بروس ديفيد كوبرفيلد في الجولة الثالثة. إنه أمر يجب أن يسجل في تاريخ هونغ كونغ للملاكمة. أنا على يقين أن جميع الصحف ستذكر هذا الخبر الذي هز الجميع. هونغ كونغ مجرد عالم صغير فحسب، لا يوجد ما هو ضخم وهائل. دعنا الآن نتحدث في شأن آخر. لا بأس جيمس، هل أتيت خصيصا لمشاهدة بروس أم هناك سبب آخر؟ أخبرني. بل تلبية لدعوة وجهتها لي غرفة تجارة هونغ كونغ،
وجهوا الدعوة أيضا لعدد آخر من أقران الصينيين في الخارج كي يحضروا ويبحثوا خطط تنمية هونغ كونغ. أتعلم، وجدت نفسي فجأة داخل حلبة رجال الأعمال في هونغ كونغ. هذا جيد. أمضيت السنوات الماضية في الولايات المتحدة، أتممت بعض الصفقات هناك ولم تتعدى تجارة الشارع لكسب قوتي. عانت زوجتي من مرض خطير وتعين عليها تناول الأعشاب الصينية، ولهذا توجب علي الحضور بين الحين والآخر. حين استلمت رسالتك بشأن مباراة بروس لم أستطع المقاومة فحضرت. لقد فهمت، تفضل. أنا سعيد جدا لعودتي إلى هونغ كونغ. رأيت بروس لي وما حقق في الفنون القتالية، لقد هزم ديفيد كوبرفيلد. أتعلم بما أفكر؟ لقد برهن ذلك على أنك معلم عظيم. سيدي، أريد أن أعرب عن عميق امتناني، هل لا تمانع لو رفعت نخبي بصحتك؟ بفنجان شاي؟ على ذكر مباراة اليوم شعرت سيدي، الطعام جاهز، اكسن لي، تعال. تفضل، اجلس. شرفت هونغ كونغ. أعتقد أنك أدركت كيف أن بروس لم يتقيد بتعليماتي خلال مباراة اليوم. ظننت حين سدد قبضته أنه سيخسر، لكنه قد كسب. أخبرني، هل أبدو عديم الفائدة؟ هل أصبحت خرفا؟ سيدي، لا أدري لما لست فخورا بمثل هذا الإنجاز. بروس متمرد، لا يطيع الأوامر. أصبحت تعرف شخصيته، ها؟ حين سلمتك زمام أموره ذكرت بأنه موهوب في الكونغ فو. أعتقد أن تمتع أي إنسان بصفة غير عادية أمر إيجابي في الكونغ فو. جميعنا مدركون لشخصيتي وطباع بروس لي، إنه لا يصغي لأحد مطلقا، بوسعنا تدريبه وفقا لموهبته وقدرته على التحمل وصفاته الشخصية. سيغدو معلم كونغ فو يوما ما، إلا أنه عصبي المزاج، شخصية والده بعكس شخصيته تماما. أعتقد بأننا يجب أن نتابع مسيرتنا معه بشكل بطيء. حالما نتمكن من تهدئته وامتصاص عصبيته سوف نؤهله بذلك ليكون معلم كونغ فو، معلم كونغ فو حقيقيا. هذا صحيح، في الحقيقة هو شاب يثير الاهتمام، يدفعك للتفكير به طوال الوقت، يجعلك تحبه وتمقته في الوقت ذاته. إلا أنني آمل أن ينضج بسرعة رغم شعوري بالحرج اليوم. إلا أنه انتزع البطولة من ذلك الأجنبي، وهذا أسعدني كما أسعد كل صيني، أنا فخور به. صحيح. عمي شاو، لم تبلغني بعودتك. وأنت قد عرفت يا بروس؟ يتوفر الكثير من الطعام في المطعم، لما لا تأتي؟ معلمي، هل أنت غاضب مني؟ ولماذا أغضب منك؟ فقد فزت بالبطولة. أنا لم أطع أوامرك اليوم، وهو أمر يغضبك، وإلا لكنت أتيت للمطعم. على كل حال أنا أعتذر، والآن سيدي لنحتفل، نخبو الفوز. بروس، منذ متى تشرب؟ السعادة تغمرني اليوم، تناولت بضعة كؤوس في المطعم وجئت لتوضيح الأمور لك. في الحقيقة سيدي لم أشأ أن يراني كوبرفيلد عاجزا، حتى لو هزمني ما كنت لأظهر له ضعفي. أخبرني المعلم بأنك ستتعرض للضرب في أول جولتين من المباراة، وذلك لكي توهن الخصم. فكر بالأمر بروس، لنفترض أنك أسقطته ثم عاد ونهض ثانية، فماذا كنت ستفعل في هذه الحالة؟ فكرت بهذا؟ أعترف أني لم أصغي إليك، لكني في النهاية هزمته. هزمته؟ لقد كنت محظوظا فحسب. أشرت عليك بأن تعرض نفسك للضرب في أول جولتين، وهذا
لأنك سوف تحتمل الضرب بسبب ممارستك اليومية للكونغ فو. كان عليك أن توهن قواه، تشتته، وهذا سيكون سبباً في هزيمته، وبالتالي حين تخور قواه ستحرز فوزك بضربة قاضية مباغتة بضربة الإنش. هذا ما عنيته حين قلت تغلب على القوة بإضعافها، لكنك لم تصغي، وهذا هو ما أغضبني. المعلم على حق، لكني لا أريد التعرض للضرب. لقد أدركت بحدسي أنه بوسعي هزيمته ببضعة لكمات فقط وبدون عناء. لو أني أصغيت لما قاله المعلم ربما لم أكن لأنهض في الجولة الثانية ولهزمت. حدسك بوسعك من الآن فصاعدا التعامل مع الأمور وفقا لحدسك. المعلم على صواب، يجدر بك الآن أن تدرس مزايا خصمك الإيجابية والسلبية جيدا. حين تصبح أكثر معرفة بنفسك وبخصمك حينها يمكنك الفوز دوما. ولكنه ليس مسرورا